الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. محمد نويني، الكاتب العام المحلي للكونفدرالية العامة لسائق سيارات الأجرة الصغيرة بالرباط، المنضوي تحت لواء النقابة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية العامة للنقل واللوجيستيك. فعلاقة بهذا اللقاء التواصل مع إخواننا المهنيين، يعني اليوم كتربطنا معهم واحد صلة وصل ليعرف السائق ما له وما عليه. فاليوم كنشوفوا يعني المدارسة اللي غادا تكون إن شاء الله على إثر القرار العامل المانوط بسائق سيارة أجرة أثناء عمله. كذلك كلمة اللي غادا نتكلموا فيها هي البطاقة المهنية إن شاء الله اللي كتهم السائق المهني وما يعني اللي جاي إن شاء الله الأمام القدام. وكذلك غادي نتكلموا على التغطية الصحية والدورية 750-440، وكذلك الموضوع الذي هو مربط الفرس وهو تنظيم النقل داخل مجال ترابي لمدينة الأنوار. فاليوم أيها الأفاضل، مدينة الرباط تعيش فوضى، ومدينة الرباط تعج بالفوضى لسيارات الأجرة الصنف الأول. فاليوم أمام هذا المنبر المحترم نطرح سؤال: ما هي الحصانة التي يتمتع بها الصنف الأول لمدينة الرباط، مع العلم أن هناك قانون أن هناك ظهير شريف يعني 1/63-260 خصوصا الفصل منه جوج الثاني الذي ينظم القطاع كل صنف على حدة. أيها الأفاضل، فاليوم كنشوفوا واحد الحصانة كيتمتع بها الصنف الأول يصول ويجول دون حسيب ولا رقيب، ولا ينقصه إلا العداد، أصبح يحاكي الصنف الثاني. مع العلم أيها الأفاضل أننا وضعنا شكاية إلى السيد والي أمن الرباط سنة مار الخميسات بخصوص المحطة العشوائية، ليعلم الجميع، نتوفر على نسخة منها، ليعلم الجميع ممنوع الوقوف والتوقف، ووضعنا الرسالة بما يثبت بصور تثبت ذلك. في هذه الرسالة ممنوع الوقوف والتوقف والمنادات على المواطنين إلى جميع الجهات. فما مآل سيارات الأجرة الصنف الثاني أيها الأفاضل؟ فاليوم سائق سيارة الأجرة الصنف الثاني أصبح يعني في خبر كان، أصبح يعني لا يدخل قوته اليومي، حتى نفقة البيت أصبح يعاني منها. مع العلم أن سيارة الأجرة الصنف الأول كما قلت الفصل جوج تربط بين المدن وليس الربط بين الدروب والأزقة. والذي أشير إليه إن هناك دولة الحق والقانون، سلطة تنفيذية، قضاء، جهاز، ليست النقابة فوق القانون أيها الأفاضل. النقابة تؤطر المهنيين لكي يعرف ما له وما عليه. فاليوم رجال الأمن لاحظنا أثناء الشكاية التي وضعنا للسيد والي الأمن أصبح الصنف الأول يقوم بإنزالات على رجال الأمن لإضعاف قدراتهم. فاليوم من هذا المنبر مدينة الرباط أنا يجب أن تبقى أن يبقى رجل أمن يعني الصفة ديالو مصونة ويتمتع بتنفيذ القانون. فاليوم ولات سيارة الأجرة الصنف الأول المخالف إلى تقبط كيجي وكيديروا عليه إنزال، وربما مباركة من 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 واش من النقابة، واش هاد الفوضى، احنا ما بقيناش فهمنا، لكي يتراجع رجال الأمن عن ما هو قانوني. مع العلم أن مخالفة قانونية، ممنوع حمل الركاب خارج المحطة على الصنف الثاني عندما نرى محطة القطار أكدال. وضعنا شكايات لتنظيم المحطة وتنظيم السائقين وتأطير السائقين، وإخواننا راهم معنا حاضرين وتعيشوا هذا الشيء. وضع رجل الأمن يعني ممنوع حمل الزبناء يعني من خارج المحطة على بضع يعني 100 متر في القرار العاملي أو 150. هذا شيء جميل. إذن الصنف الأول يعني أصبح يصول ويجول الريكولاج كأنه الصنف الثاني، لأن هادشي ما بقيناش حنا فهمناه في الرباط، ما بقينا عرفنا روسنا حنا فين، واش حنا عايشين في غابة أو لا. ودير العاصمة يجب أن يضرب بها المثل. يعني الصنف الأول من اللي اليوم كيقيدوا كيسجلوا لهم مخالفات رجال الأمن، ولات كتقوم ضغوطات على رجال الأمن، ولات كتقوم إنزالات. هذا راه شيء فظيع كنعيشوا في العاصمة، راه ممنوع منعا كليا. راه هناك يعني سلطة في التشاور معها، يعني هناك السيد وكيل الملك، سلطة تنفيذية كرجال الأمن، راه ماشي غيجي واحد يلوي لهم اليد ديالهم، يعني راه تيقوموا بتنفيذ القانون حفظ الأمن. نحن نكن لهم كل احترام والتقدير. فما يمكنش اليوم نشوف أنا إنزالات على رجل أمن
يعني في الشارع العام هاي بضله راه هادشي راه غير معقول، هادشي راه كارثه هذه. راه لولا التسيب هذا اذا هذوك رجال الامن ما مالوهم، وما نبغيوش شي عنصر من عناصر الامن انه يتقاس او يتهان من طرف مسؤوليه. علاش خليت هذيك الفوضى توقع؟ لا راه دار القانون عنده تعليمات، هادشي راه حنا عشناه وكنشوفوا هادشي هذا. ولكن حنا هذاك الملف ديال هنا شارع الحسن الثاني منوع الوقوف التوقف غنبقاو متابعين هذيك المحطه، هذاك الملف غنبقاو متابعينه. ففي حاله يعني تراجع السلطه التنفيذيه عن ذلك عن تطبيق القانون فنحن نذكر برساله اخرى، فان لم نرى جواب فسنتدارس هذا الموضوع ان شاء الله في هذا اللقاء التواصل ان شاء الله بحول الله. فلا بد من ان نقول كلمتنا في اطار القانون، ونحن نحترم المدينه واشاره، لان احنا شرنا في واحد الاشاره ما بغيناش ندخلوا احنا في اصطدامات مع هذوك الناس، لان كاين السلطات التنفيذيه تطبيق القانون، نبقاو احنا عندنا كنقابات دور النقابه هو المراسلات، ما ديرش الفوضى في الشارع العام. وكذلك النقل السري الذي اصبح يعني مدينه الرباط، فكيف يعقل احنا في العاصمه والبارتنير كتهز 12 لواحد حدا المسجد ديال مولينا زنقه مونستير زنقه يوغوسلافيا وسيارات اجره الصنف الاول التي دورها هو الذي يقوم به الصنف الثالث نعتبره يعني حمل الزبناء يعني المواطنين لدوار جبالة 12 لواحد 11 لواحد سرعه فائقه كانك راك في تي جي في، وسيارات الاجره واقفه اللي خصها دير داك الدور تهز هذوك الناس. اذا هنا كيخصنا مراجعه لهذا الباب. السيد الوالي ديال الجهه يعني كنلتمسوا منه انه ينظر القطاع ديال سيارات الاجره نظره اللي غادي تخلينا داك المواطن تبقى عنده واحد الكرامه. كيف يعقل المواطن يركب في البارتنير والكرون تاكسي جالس الصنف الاول جالس يعني كيدير القامره ويدير الجيسانك ويدير العكاري الدور ديال الصنف الثاني، مع العلم ان هناك قرار مؤقت من مناصر يعني الى تماره ويعملون بهذا القرار بخلاف ما في ذلك. فاليوم انا واحد الرساله كنوجهها لرجال الامن، كنحيي السيد الوالي ديال الامن اللي صراحه لا نرمي عليه الورد، ولكن ما نعيشه نقوله في الشخص، من صنعناكم معروفا فكافئوه، فنقول له جزاك الله خيرا. كل المراسلات اللي كنحطوها ليه كنوضعوها ليه في يعني في مكتب الضبط ديالو كنقابه جمعيات جاده وفاعله في الميدان يتفاعل معها بجديه القانون. وحنا ما كنديروش شي مراسله من عابات ولا نسيئوا فيها الناس ولا نسيئوا فيها السلطات ابدا. نحن نقابات مهنيه في اطار التاطير في اطار الدفاع عن المصالح ديال الاخوان ديالنا الاقتصاديه والاجتماعيه، ما غنتنازلوش عليها في ظل القانون في ظل دوله الحق والقانون. وشكرا لكم. السلام عليكم. اولا تنحيي الحضور الكريم اللي لبى هذا النداء، وتنشكروا هذه القنوات الرقميه اللي تتابعنا في كل صغيره وكبيره، الشكر الجزيل. فبالمناسبه معكم الاخ عبد الرحيم والتشاوي يعني المكتب المحلي سيدي دي، جينا بدعوه كريمه من الاخ النويني ممثل سي جي تي لان تنشاركوا معاه نفس الهم. وبالمناسبه الكلمه ديالي غتكون مختصره، لان الهم ديالنا سبق لنا تقدمنا بطلب بمطلب للسلطات المحليه يتمحور حول النقل السري، يتمحور حول سياره العجره من الصنف الاول التي اصبحت تصول وتجول أمام أعين السلطات، إن لم أقل بتزكية من السلطات. ما يمكنش أن الفوضى نايضة في الرباط والسلطات ما تتشوفهاش. لذا من حاولنا نديروا هذه الوقفة تم اعتراض ديالنا من طرف السلطات، إن لم أقل المنع، وتم تقديم وعود كاذبة. عطونا الوعد الأول في حدود شهر، ثم شهرين، فثلاثة أشهر، فأربعة أشهر، بالقدر اللي ولينا تنكذبوا علينا، تنكذبوا على المنخرطين ديالنا، وعود في وعود في وعود. وهذا إثر ذلك أن بعد ما تبين أن نزلت واحد الدورية 444 اللي تتلح جات من الوزارة الداخلية على كل الولاة والعمال يا صاحب الجلالة أن يصدروا قرارات عاملية تنظيمية لكل مدينة على حدة. فإذا بنا تنفاجئوا في مدينة الرباط ما زالت السلطات المحلية في شخص الولاية تتلكأ، ونحن نعلم علم اليقين ما هو الضرر وما هو المشكل اللي خلى هذه السلطات تتلكأ. واليوم بعد تقربنا واحتكاكنا من السلطات من أجل الوصول إلى المعلومة اللي هي حق مشروع أننا نحصل على المعلومة، يتبين على أن السلطة جاهزة لاستصدار القرار يتضمن النقل السري، لأن النقل السري ليست هناك نقابة تدافع عنه، يتضمن النقل الكلاسيكي ونفسه نفس النقل السري، يتضمن المدن المجاورة التي هي ليس من حقها أن تشتغل بمدينة الرباط.
والمشكل الكبير والمفاجأة الكبيرة وهو النقل السري الذي تمارسه علينا مباشرة سيارة الأجر من الصنف الأول بدون حاسب ولا رقيب وعلى أعين السلطة. ما فهمنا شنو هو السر، ما هي الحصانة اللي عند هذا القطاع، وما هو اللوب اللي تغطي على هذا القطاع كوبيشيش. فنحن نوجه واحد النداء الوالي صاحب الجلالة أن يكون مسؤولا أمام المسؤولية دياله، فالقطاع مفرق ما بين الصنف الأول والثاني. حنا تنتمناو أن يكون منصفا للجميع، فهو والي على الجميع، فهو والي في الوقت اللي تدار شي حاجة بمدينة الرباط نحن نهزو له نرفعوا له القبعة. فمدينة الرباط عرفت عدة إنجازات، لا من الأنفاق ولا من القضاء، أنا مدن العشوائية ولا مدن الصفيح ولا الأسواق العشوائية، ولكن قطاع سيارة أجرة ما يمكنلوش يبقى عشوائي بهذا الشكل. إلا تم الاستثناء فهذه كارثة. فوجه مدينة الرباط هو النقل العمومي، ومن واحد الإشارة تنسمعها من كل السلطات المحلية أو الأمنية، وقت ما تنطالبوا تيمسحوها في المواطن وكأن هذا المواطن من ديل، فالمواطن أكثر من ذلك. إلا غادي نخدموا المواطن نوفروا له النقل المريح الذي يضمن الكرامة، ما ننقلوش في وسائل النقل ديال النقل السري. فالمواطن ما بقاوش ناخذوه كعنوان. وبعض الأسئلة أخرى تطرح علينا وكأن سيارة أجرة، إلا حيدنا سيارة أجرة من الصنف الأول واش نتوما قادين تهزوا هاد الناس؟ أقول لهم لا، كاين النقل الحضاري، يفورسيو ليلين ديال الطوبيسات، يفورسيو ليلين ديال الطوبيس، لأن الطوبيس ما عمرنا ما شفنا لو كونديكتور ديال الطوبيس ينزل يعيط للمواطنين، ما عمرنا ما شفنا لو كونديكتور ديال الطرام يعيط للمواطنين. مي الكرون طاكسي داير الفوضى والعبثية وتيوسخ الصورة، الصورة ديال البلاد. لذا أحيي الجميع وتنشكروا الناس على الحضور ديالهم وتحية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.